ريم رجع لنا مره تانية نطمن من خلاله على الفرقه. يا كريم مساء الخير. كريم مساء الخير، سامعني؟ طيب برحب بيك طبعا في البدايه زميلي العزيز امير هشام، كل التحيه ليك ولكل مشاهدينا وكل متابعي قناه الاهلي في كل مكان. يعني يا رب ان شاء الله باذن الله بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي، انطلاقه تكون جيده بالنسبه لنا. هي يمكن انطلاقه البطوله الافريقيه، لكن ان شاء الله باذن الله كالعاده لعيبه النادي على العهد والوعد باذن الله، زي ما شفنا الحقيقه من التدريبات والتحضيرات والمباريات الوديه والمجهود الكبير اللي بذل خلال فتره الاعداد. ان شاء الله باذن الله امير كل المجهودات دي تكلل بالنجاح ونعود هنا من تونس بنتيجه ايجابيه تساعدنا بشكل كبير جدا ان شاء الله في مشوار البطوله الافريقيه. كالعاده امير، من خلالك ومن خلال كل جمهورنا ومن خلال كل مشاهدينا بنطمن لاعبينا، بنطمن طبعا كل جمهورنا على حاله اللاعبين، الحاله المعنويه، التدريبات، كل الامور طبعا الخاصه اللي يمكن بتدينا مؤشرات كبيره جدا على مدى جاهزيه لاعبي النادي الاهلي واستعدادهم لهذه المباراه. انت عارف طبعا يمكن كان تدريب الامس والتدريب الاول تحديدا بيدي لك الانطباع وبيدي لك يعني المردود الكبير مدى جاهزيه وتركيز اللاعبين في هذه المباراه. التدريب كان قوي جدا، استغرق ساعه ونصف على ملعب المرادي، هي مدينه جامعيه، هو ملعب فرعي، ارضته مش جيده شويه امير، لكن كجرعه تدريبيه ممتازه قدر كل لعيبه النادي الاهلي طبعا تحت قياده مستر مارسيل كولر المدير الفني يستفيدوا بكل طبعا الجزء الخططي والشوتنج وكل الامور دي. الحقيقه كل اللعيبه يمكن كانت مدى تركيزها الكبير جدا، يعني الشوتنج، الكروسات، يعني الحقيقه اكرم توفيق، معلول، ايمن اشرف، هاني، كل اللعيبه الحقيقه في الكروسات، الاشتراكات، شادي، شريف، حسام، كل اللعيبه الحقيقه ادت اداء مميز جدا، بانت الجديه وبان الحماس. ان شاء الله باذن الله كل الامور دي تترجم بشكل كبير جدا في 90 دقيقه بنعملها ان شاء الله على ملعب مصطفى بن جنات في المنستير اللي هيستقبل باذن الله مباراه اتحاد المنستير التونسي والنادي الاهلي المصري في الثالثه عصرا بتوقيت تونس، الرابعه عصرا بتوقيت القاهره. الترتيبات الاداريه كالعاده طبعا يعني بنبقى مطمنين جدا، اما بيتواجد الكابتن سيد عبد الحفيظ كمدير الكره، الكابتن سمير عدلي ايضا كمان رئيس البعثه، معالي الوزير طبعا السابق العامري فاروق نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، الامور الترتيبيه، الفندق، كل الحاجات دي الحقيقه بتبقى بتكون على اعلى مستوى، ودي بتساعد بشكل كبير يا امير انت عارف على الاستيعاب وعلى التركيز وعلى ايضا كمان اللي يكون مجهود فقط لغير في الملعب. فيا رب ان شاء الله مجهودنا يكلل بالنجاح، وايضا كمان لعيبه النادي الاهلي الجديه والتركيز والتعليمات اللي بنشوفها مع مستر مارسيل كولر ان شاء الله باذن الله تكون كلها ايجابيه مع فريق النادي الاهلي، وان شاء الله تكون الامور طيبه يا امير. طيب كريم، كنت عايز اسال عن يعني الاستقبال بتاع الفريق والاجواء الجماهيريه هناك في سوسه. انا عارف ان انتم موجودين في سوسه اللي بتبعد حوالي ربع ساعه عن المنستير، لكن في كل الاحوال قول لي ازاي استقبلوا الجماهير هناك في سوسه النادي الاهلي، وازاي الجمهور يعني بيترقب هذه المباراه والتناول الاعلامي كمان بتاعهم. يعني طبعا في البدايه لو بنتكلم على الاجواء والاستقبال والوصول وكل الامور دي الحقيقه امير، يعني اقدر اقول لك احنا كالعاده ما بنتواجد في مطار قرطاج بتكون الحاله والعدد الكبير جدا من الجماهير التونسيه بتكون بكثافه، لكن احنا انت عارف طبعا متواجدين في المنستير، فهو ممكن مطار خاص ويمكن مطار داخلي كمان، يعني هي مدينه شبيهه شويه بالمنطقه الساحليه، يا مثال طبعا عندنا الغردقه وشرم الشيخ، لكن اكيد شفنا ويمكن كان في عدد اكيد متواجد كل هنا بيشجع النجم الساحلي، فيمكن كل المتواجدين طبعا اشقائنا التوانسه اتمنوا التوفيق للنادي الاهلي، الكل التقط الصور التذكاريه مع علي معلول، الكل عارف لعيبه النادي الاهلي بالاسم، الكل بيقول مربوحه طبعا، يمكن هي دي السمه واللغه اللي على طول بنسمعها هنا مع طبعا اشقائنا التوانسه اللي بيتمنوا لنا التوفيق. لكن النهارده انت عارف يعني ذهبنا كاول يوم واخر يوم طبعا بالنسبه للتدريب الرئيسي اللي كان على ملعب مصطفى بن جنات في تمام الثالثه عصرا، خلاص بقى مجرد دخلنا للمنستير طبعا الاشارات بقى المعتاده والامور طبعا المعتاده طبعا بالنصر طبعا، لان كل المنستير بتشجع طبعا فرقتها، لكن الجاهزيه والتركيز يا امير الحقيقه اللي شايفينه مع لعيبه النادي الاهلي مطمنا بشكل كبير، شوبير، علي لطفي، يعني الشناوي كمان تحديدا مطمننا بشكل كبير جدا، ادائهم كان مميز جدا في التدريب الاول، تصديات وتركيز حقيقه، يعني عايز اقول لك الواحد مطمن، عشان كده من خلالك بنطمن كل جمهور النادي الاهلي ان شاء الله الانطلاقه تكون جيده، ان شاء الله مستر مارسيل كولر المدير الفني يكون موفق جدا في الاختيار وفي التشكيل وفي التوظيف ايضا كمان، والقياده الفنيه اللي بنتمناها ان شاء الله في اولى المباراه تكون مميزه جدا من خارج الخطوط. الامور طيبه يا امير، بنعملها ان شاء الله بقى غدا، لان غدا مهم جدا، تحركنا هنا من سوسه، احنا متواجدين في سوسه، فندق الاقامه هنا في سوسه، لكن الملعب في المنستير، تحركنا والتامين والتواجد، لان الملعب يعني كمان حابب اكلمك على الملعب سريعا، الملعب يشبه ملعب الجونه، ارضيته تقيله شويه، الملعب في منطقه سكنيه، المدرجات كمان يعني مش مدرجات عاليه، فكمان في هواء، كل الامور دي يعني
خلاص اللعيبه النهارده اتاقلمت بشكل كبير جدا على هذا الامر، لكن الطقس بنتمنى يكون غدا نفس اليوم. اليوم كان الطقس طيب جدا، ما كانش فيه حده شمس كبيره، ما كانش فيه الامور طبعا المعتاده ده الساعه 3 عصرا. لكن كمان اللي ملفت نظري يا امير في الملعب، الملعب فيه كشافات كثيره جدا، يعني كل كشاف او كل عمود نور باللغه المعتاده في 60 كشاف، 60 في 4 ب 240 كشاف. فكان المفروض الموضوع يعني يكون فيه يعني سهوله شويه ويسر شويه، والمباراه تلعب يعني في المساء في اي توقيت، السادسه السابعه. لكن خلاص، لكن خلاص الامر بالنسبه لنا ان شاء الله باذن الله يكون لعيبه النادي الاهلي موفقه، ويا رب ان شاء الله دعواتك ودعوات كل جمهور فريق النادي الاهلي يا رب ان شاء الله موفقين يا كريم، والفريق يكون موفق ترجعوا لنا بالسلامه بدي نتيجه تدينا اريحيه قبل مباراه الاياب باذن الله تعالى. يا كريم انا بشكرك شكرا جزيلا، زميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي واللي موجود مع البعثه في سوسه بتونس، وبالتحديد كمان استعدادا لمباراه الاتحاد المنستير غدا في ذهاب دور 32. ان شاء الله يكونوا موفقين ويفرحونا بكره باذن الله.